السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ لاباس؟ كل شيء بخير الحمد لله. كنتمنى تكونوا كاملين باحسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا الوصفه، كنتمنى اختي الا كنتي كتشوفي القناه ديالي لاول مره، كنتمنى تشتركي فيها وتضغطي على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. واليوم البنات كما كتشوفوا جبت لكم جوج ديال الخلطات اللي طبيعيه 100% لكل انواع البشرات، اللي هما كريم وغسول طبيعي. الكريم تستعمليه في الليل، يعني تخليه في وجهك الليل كامل حتى الصباح. وهاد الكريم البنات والله حتى خطير، كينعش لينا البشره ديالنا وكيحيد لينا التجاعيد ودوك التصبغات والبقع الداكنه وهذوك الحفر اللي كيخليها لينا الحبوب، وكيحيد لنا حتى ديك الشحوب ديال البشره. ويمكننا نديروها البنات حتى على دائره ديال العينين، حيت فيه مكونات اللي غادي تشوفوها اللي طبيعيه وزوينه زوينه بزاف. كيف ما قلت لكم كنديروا هذا الكريم في الليل وفي الصباح كنغسلوه، وغادي تحصلوا ان شاء الله على نتائج اللي رائعه. وغادي نشارك معكم غسول اللي طبيعي تقدروا تستعملوه في الصباح ولا في الليل. هذا الغسول البنات واعر وزوين زوين بزاف، كيفتح لينا اللون ديال البشره، كينعش لينا البشره، كيحيد لينا الجفاف من الوجه ودوك الرؤوس السوداء ولا لي بوان نوار، يعني كينقي لينا البشره ديالنا تماما والوجه ديالنا تماما. يعني 100 مره من الصابون الجاف. ودابا غادي نبداو بسم الله. غادي نحتاجو للروز اللي هو المكون الاساسي اللي عندنا في الخلطتين كيف ما قلت لكم بجوج، اللي هو الروز او الارز الابيض اللي ما كيخطناش من الدار. غادي ناخدوه ونغسلوه. عرفتوا الروز راه زوين للبشره، كيفتح لينا اللون، كيحيد لينا هذوك البقع، كيحيد لينا التجاعيد. وغادي نزيدو عليه الماء يكون غليان، وغادي نزيدو عليه الماء يكون طيب، يعني غليان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نخليوه نصف ساعه في الماء طيب، وبعد ما كدوز نصف ساعه غادي نفرغوا الخليط ديالنا في الخلاط. هو الماء كيف ما كتشوفوا معايا، هو الماء اللي نقعناه فيه. وغادي نزيدوا عليه شرائح ديال الخيار، حتى هو البنات عنده منافع كثيره على البشره، كيف ما كنقولوا كنز من كنوز المطبخ، صالح لكل انواع البشره. وصافي كيف ما كتشوفوا زدنا على الروز، غادي نزيدو على الخيار والروز، غادي نزيدو عليه واحد الحامضه، غادي نقطعوها حيدو ليها العظم. هنايا البنات ما تخافوش من الحامض، لانه غادي نطيبوه، ما غاديش نستعملوه للوجه ديالنا خضر، يعني ما تخافوش منه بتاتا. وهنا بعد ما طحنت الخليط غادي نديروه ضروري في صفايه باش نصفيوه كيف ما كتشوفوا. ودابا مني صفينا الخليط كيف ما كتشوفوا غادي نقسموه كيف ما كنقولوا القسمين. القسم الاول غادي نصاوبوا به الكريم، وهذا والقسم الثاني غادي نصاوبوا به الغسول ديال الوجه ديالنا. دابا كيف ما كتشوفوا معايا خديت الجزء اللي غادي نصاوب به الكريم، درتو في حمام مريم. ودابا غادي نزيدو عليه نشا او نشا الدوره، غنزيد عليه واحد العاشق ديال النشا، غادي نخلطو مزيان. ودابا غادي نشعل عليه البوطه، حتى بين ما كتشوفوا الخليط راه عقاد، صافي طفوا عليه ولكن ما تهداوش عليه بالتحريك. دابا كيف ما كتشوفوا بعد ما كيتقال لينا الخليط على هذا الشكل، صافي كنحيدوه على كنطفيو عليه النار
وكنخليوه حتى كيبرد. ها هو الكريم ديالي او الخليط ديالي بعد ما برد غادي نزيدو عليه واحد العشق ديال او معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، زوين وصالح لكل انواع ديال البشره. غير حاولوا تشريوه ويبقى عندكم في الدار حيت زوين بزاف وكيرطب لينا البشره وكيحيد لينا التجاعيد وكيفتح لينا لون البشره. كما قلت لكم درت منه واحد الملعقه وغادي نخلطوه وغادي نزيدو عليه واحد جوج معالق ديال جيل الالويفيرا. واللي عنده الالويفيرا النابته يديرها، انا عندي دابا غير لو جيل هو اللي غادي نديرو. غنديرو جوج معالق صغار ديال الجيل ديال الالويفيرا ونخلطوه مزيان. من بعد ما كنخلطوه كناخدو شي بواطه ديال الزاج ولا ديال البلاستيك ولا كيف ما كانت ونحطو فيها الكريم ديالنا. وهاد الكريم كيف ما قلت لكم راه استعملوه في الليل ونخليه في الوجه ديالنا حتى الصباح لمده سيمانه، ومن بعد ما يسالي لينا نصوبوا كميه اخرى جديده على الايد ديالي. نقولش لكم البنات صراحه كريم اللي خطير بزاف بزاف، وكيف ما شفتوا معايا مكونات اللي طبيعيه صوبني بها واحد الكريم ليلي اللي غادي تستافد منه البشره ديال الوجه ديالنا. وان اللي عندهم حب الشباب الاثار ديالها ولا التجاعيد يعني صالح لكل انواع ديال البشرات ولكل مشاكل ديال البشره. دابا غادي نشوفوا الغسول اليومي. هذا هو الجزء اللي بقى لينا من المحلول. غادي نزيدو عليه واحد ربع صابونه غادي نحكو عليه. انا خديت هنا صابون ديال دوف كيف ما كتشوفوا، غادي نحكوها بالحكاكه الرقيقه. كيف ما قلت لكم انا هنايا خديت صابون دوف حيت عندي في الدار. كتعرفوا هذا الصابون اللي زوين بزاف، انا بعدا شخصيا كيعجبني ومرطب. ولا بغيتو ديروا حتى صابون جونسون حتى هو زوين. المهم ديروا اي نوع من الصابون كترتاح فيه البشره ديالكم. صافي ديري غير ربع ديال الصابونه ما ديريهاش كامله وخلطيه مزيان حتى كتولي فيه واحد الرغوه. وهذا المحلول البنات راه صالح لكل انواع البشره، والمكونات كيف ما شفتوا اللي فيه رائعه. وما تخافوش من الليمون الحامض حيت كيف ما شفتوا معايا راه طاب يعني غلا، ما تخافوش منه ما غاديش ما عرفتوش عليه شي ضرر على البشره ديالكم. صافي خدوا الخليط ديروه في شي قرعه ديال الزاج ولا ديال البلاستيك وغسلوا به البشره ديالكم، غسلوا به الوجه ديالكم وشلوه بالماء عادي. عرفتي البنات راه كيرطب لينا الوجه، كيرطب الوجه زوين زوين بزاف. وغير داوموا عليه راه غادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله بنفسكم. غسلوا به في الصباح وغسلوا به حتى في الليل صافي وشلوه بالماء. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وكنتمنى يعجبكم هاد الشيء اللي درت اليوم الكريم والغسول ديال الوجه. وإلا عجبكم البنات ما تنساوش ديروا لي لايك وتعليق، واللي ما مشتركاش في القناة تشترك. يلا البنات نخليكم تهلاو في راسكم، بسلام عليكم.